للوقوف عند تصريحات الرئيس الإيراني الجديد والوعود التي أطلقها، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم. أستاذ طارق، مرحبا بكم. هناك تعهدات بإعادة العلاقات مع الغرب، وهذا الأمر كما تعرفون مرهون بوقف دعم الميليشيات في المنطقة وأيضا التدخل بشؤون الجوار. هل فعلا سيفي الرئيس الجديد بوعده أستاذ طارق؟ حقيقة لكم سيدي والمشاهدين الكرام، طبعا من لا يقرأ التاريخ يعيد معاسيه. الإصلاحيين كما كانوا في زمن السيد محمد خاتمي الرئيس الإيراني الأسبق، وهو كبير الإصلاحيين في العصر الحديث في إيران، بدأوا بتربية ميليشياتهم ودخولها إلى الدول العربية الأربعة التي يزعمون أن يسيطروا عليها بالكامل. لذلك أنا أعتقد أن وجه تسمية الرئيس أي كان في إيران إصلاحي أم معتدل أم محافظ، هو لن يغير في السياسة الخارجية الإيرانية، لأن نحن نتعامل مع إيران الثورة وليس مع إيران الدولة. لذلك الصوت يصلني متقطعا، هل غيرتم مكانكم بعد إذنكم؟ نعم، أنا كنت أتحدث عن موضوع الرئيس الإيراني. فتسمية الرئيس الإيراني أي كانت من الإصلاحيين أو من المحافظين لن يغير في سلوك إيران الخارجية أي تغيير، لأنه التاريخ والتجربة أثبتت أن النظام الإيراني بكل أوجهه، سواء كانت الحكومة الإصلاحية أم محافظة، هم يستمرون في منهج إيران الثورة وليس في منهج إيران الدولة. لذلك أنا أعتقد أن بزشكيان لا يستطيع أن يتخطى الحدود التي ترسمه المؤسسات العريقة في إيران، وهي مؤسسات مرتبطة مع بيت خامنئي ومؤسسات الحركة الثورية الإيرانية اللي تسيطر على أكثر من 43% في الاقتصاد الإيراني، وتسيطر على كل السياسة الخارجية الإيرانية تحديدا في منطقة الشرق الأوسط. لذلك أنا أعتقد أنه لن نرى تغييرا جذريا وحقيقيا في مشهد الشرق الأوسط فيما يتعلق بموضوع السياسة الخارجية الإيرانية. طيب أستاذ طارق، صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت أن خامنئي هو من سمح لبزشكيان بالترشح ومن ثم الفوز على اعتباره أنه يمثل خيارا آمنا. ما المقصود بالخيار الآمن؟ خامنئي يعني كما قلت في بداية الحديث، أنه الإصلاحيين داخل إيران هم في البداية يأخذون المباركة من الحرس الثوري وبيت خامنئي. فخامنئي يريد أن يخدع العالم برئيس إصلاحي ويعطي رسالة إقليمية وعالمية أنه نحن أتينا برئيس معتدل يتهادن مع السياسات العالم الإقليمية والدولية، خاصة هنالك يعني مرتقب أن تكون رئاسة جمهورية في أمريكا في الولايات المتحدة. لذلك أنا أعتقد أنه خامنئي يستخدم بزشكيان كصمام أمان لضمان استمرارية النظام 4 سنوات أخرى في مواجهته للتحديات الإقليمية والعالمية، لأنه بطبيعة الحال كما شفنا خاتمي ورفسنجاني الرئيسان الإيرانيان الأسبقان كانت سياستهما نوعا ما مرتبطة، وهناك جسور بينهم وبين الإقليم. كان خاتمي زار السعودية ورفسنجاني زار السعودية وأتوا بحوار الحضارات في 2001. أنا أعتقد خامنئي بهذه الخطوة يريد أن يمسك الداخل من خلال إعطاهم قدر قليل من الحريات الاجتماعية، لأنه إيران تعاني الآن من أزمة ليس فقط أزمة هوية للشعوب غير الفارسية، إنما هنالك مطالبة بالمزيد من الحريات العامة لدى الجيل الجديد، لأنه أساساً ثورة جينا قامت على أسس مطالبة بالحريات الفردية والعامة. فأنا أعتقد أنه بمجيء أوبوزيشنيان إيران كحكومة تعطي للشارع العام والداخلي هذه المتنفس الوحيد والقليل من الحرية، وهي رسالة أيضا للجانب الخارجي بأنه نحن لسنا متشددون في هذه المرحلة في تعاملنا مع التحديات. هنالك أزمات مفتوحة لإيران، وجود إيران وعرقلتها في بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا، وجود إيران في منطقة الشرق الأوسط بأذرعها وأجنحتها، وهنالك صراع بين الأجنحة بينها وبين الدول الإقليمية،
دخول إيران في الأزمة الحالية في فيما يتعلق بين إسرائيل والجانب الفلسطيني. فكل هذه الملفات هي مفتوحة لإيران ومثل المستمر أعتقد إيران أن أستاذ طارق الصوت متقطع، ولكن يعني في حين أنك ربما تغير مكانك أسألك في هذا الإطار، بالنسبة للشعب الإيراني هل يثقون بتعهدات الإصلاح والرئيس الجديد مسعود بازشكيان، وأنت تعرف ماضيه في تبرئة النظام في أكثر من مناسبة من جرائم قتل المتظاهرين والناشطين؟ أنا أعتقد أنه بازشكيان في المرحلة القادمة خلال الست أشهر الأولى من الحكم الرئاسي الجديد تعتبر فترة تجريبية كفحص لهذا الشخص. أعتقد أنه سيفون ببعض من الوعود، ولكن لن تكون هنالك تغيير جذري في سياسة إيران، لأن إيران اللي نعرفها لا تريد أن تخسر أي معركة موجودة في منطقة الشرق الأوسط. داخليا ممكن أن يتراجع خامنئي من بعض من الحدود اللي راسمها للشخصيات كانت سياسية أو غير سياسية أو للشارع العام. لا تنسى أن اليوم كبار الإصلاحيين في إيران كاروبي مسوي وزوج زهرة هنود معتقلين منذ 2009. فهذه على شيء إنما تزيد من الإصلاحيين لا يستطيعوا حتى يحرروا كبار قادتهم. مصطفى تاجداد من أكبر الإصلاحيين اعتقل مؤخرا وسجن لمدة 7 أعوام. فأنا أعتقد أنه بازشكيان لن يمثل دور المصلح والمنقذ لإيران وأزماتها بقدر ما يكون حلقة وصل بينه وبين الشارع، بين طيب. إيران المعارضة وبين إيران المتشددة كمحافظة. نعم، بدقيقة ونصف لو سمحتم، في أول رد أمريكي وصف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية وصف انتخابات إيران بأنها غير نزيهة، ولم يعول هذا المسؤول عن حدوث أي تغيير في سياسة طهران. هل نفهم من ذلك أن الولايات المتحدة قد أغلقت أبوابها مبكرا أمام بازشكيان؟ بالتأكيد هم هذه التصريحات تأتي لجص نبض الشارع الإيراني ولجص نبض التصريحات الإيرانية التي تترتب بناء على هذا التصريحات الأمريكية. فكيف يتعامل القادة الإيرانيين الجدد مع هذه التصريحات؟ أنا أعتقد الأمريكان لديهم رؤية استراتيجية فيما يتعلق بملف إيران، فهم بالنسبة لهم هم فاهمين اللعبة جيدا. بالنسبة لهم لا يفرق من يحكم، لأن يتعاملون مع نظام ولي الفقيه، يتعاملون مع سيطرة أضرع الأخطبوط الحرس الثوري الإيراني على كل مؤسسات الدولة. لذلك بالنسبة للأمريكان لا يفرق أي كان رئيس. فهذه السياسة الأمريكية واضحة منذ عقدين في تعاملها مع إيران الدولة. من واشنطن الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم، شكرا جزيلا لكم.